لكم مشاهدينا معكم هي مشوفي وحبيكم على قناتكم المفضله لالا مولاتي. اليوم كيف ما كتشوفوا حاضره معنا الفنانه اللي حبيتوها كاملين اللي هي نرجس حلاق. نرجس مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو. نرجس اول حاجه غنبغي نسولك عليها سبب حضورك اليوم بنيت العرايش. حيت انا بنت العرايش، انا ما بعيداش بزاف، ساكنه 5 دقائق من هنا، دونك تواصلوا معايا ليكول وعجبتني الفكره وجيت باش نحضر الافتتاح ديال ليكول. بزاف ديال الناس لاحظوا على ان نرجس غابت على الساحه الفنيه، شنو هو السبب؟ السبب هو انني كنت في كندا، كنت كنقرا، ساليت القرايه، ماشي ساليت الصراحه، باقي لي واحد دو ماتيير ما كملتهمش، ان شاء الله نكملهم من بعد، ولكن كان هذا هو السبب الرئيسي علاش انا غبرت، حيت كانت عندي قرايه وكاين مسافه بعيده، يعني حتى الا تونجاجيت في شي عمل ما كانش كيمكن لي انني نجي ولا نكون ملتزمه، دونك عليها كنت بعيده، مي دابا ان شاء الله انا عائده وبقوه ان شاء الله. نرجس لاحظنا مؤخرا ان تزادت عندك بنيته اللي هي فنه. اول حاجه نبغي نعرف من عندك كيفاش كان احساس ذلك نهار تزادت فنه؟ بصراحة احساس ما يمكنليش، ما عندوش كلمات، احساس زوين بزاف، كتزاد عندك واحد البنية، وخصوصا اننا كنا انا وياه بوحديتنا في كندا، دونك كان احساس رائع زين ومخلط بزاف ديال المشاعر، مخلطين امومة بالخوف بالفرح ما عرفتش بزاف ديال الاحاسيس في شكل. شكون اللي اختار الاسم ديال فنة؟ اللي اخترعو انا اللي اخترعته اللي اختار اسم فنة هي انا، حيت كانت واحد سيدة جبلية، المهم تطوانية، المهم جبالة من الجبل، كان سميتها فنة، وكانت كتعجبني بزاف هاد السمية هادي، هي واحد المرة كبيرة، عاوتاني تلاقيت مع واحد البنت شاونية، حتى هي كان سميتها فنة، وبجوج هاد واخا الأخرى كانت كبيرة والأخرى صغيرة، بجوج بهم كيجتمعوا في أنهم طيبات وزوينات، وعرفتي دايرين بحال الملائكة، وأنا اختار بنتي فنة، جاتني ساهلة، وقلت إلا مشات قرات مثلا على برا من بعد ولا ما بقاتش في المغرب، تكون اسم سهل وسلس، وعاوتاني باش يكون لها من اسمها نصيب تكون فنة ان شاء الله. الله يخليها لك. بزاف ديال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي داروا واحد ضجه كبيره على واحد الموضوع اللي اكيد تكوني عارفه، حول الزوج ديالك، علاش نرجس ما كتبين الزوج ديالها؟ علاش؟ واش بصح ان الزوج ديالك من المجال ديال الفني؟ وعلاش ما كيبانش الزوج ديالي؟ ماشي زعما ما كيبانش هو مبدا ولا لا انا ما خصناش نبان ولا حيت انا كنت في كندا وهو كان في المغرب، وما كانش كاينه امكانيه ديال اننا يبقاو غير الناس كيهضروا صافي، دونك حنا قررنا انني نرجع للمغرب وغنبانو، حنا كنوجدوا واحد الفيديو ان شاء الله اللي غنبانو فيه بجوج ان شاء الله. فمؤخرا في ستوري ديالك كنتي بارطاجيتي واحد لا ستوري، شي وحده سولات وقالت لك فين تلاقيتي الزوج ديالك، قلتي لها في مقاطعه، واش هذا الجواب بصح؟ ما كنعرفش نعرفوا القصه بالضبط كيفاش هي. جواب بصح، ماشي هي جات هذيك المقاطعه غير حيت انا وياه فيما كندوزو حدا هذيك المقاطعه، وقيله ولا ولايه والله ما عارفه، من واحد البلاصه في كازا وقيله مقاطعه، كنتفكروا ان تما تلاقينا، حيت كنا غنمشيو نسنيو واحد الكونترا، دونك تما فين تلاقينا، في مقاطعة ولا ولاية الله أعلم، المهم بلاصة اللي قاليزينا فيها المقاطعة أول مكان تما. داكوغ، الله يخليكم لبعضياتكم. تعرف على أن كاينين فنانات اللي في المجال الفني أكيد اللي ترشحوا انتخابات وقدروا أنهم يفوزوا بمقاعد اللي هما كليلة وفاطمة خير، شنو هي الكلمة اللي بغيت توجهي لهم كفنانة مغربية؟ مبروك مبروك عليهم، وكنظن أن هذه شي حاجة زوينة من غير الفن، زعما المرأة المغربيه انها تكون في البرلمان، وخصوصا الفنان، حيت مؤخرا ولينا كنشوفوا بحال واحد الاستهزاء، ماشي استهزاء، استنقاص، ما عرفتش شنو هي الكلمه بالضبط، ولكن بحال هذاك راه غير فنان، فهمتي، هذاك غير حلايقي ولا غير كي، استهزاء بالقيمه ديال الفنان، هذه كنظن واحد رد اعتبار زوين، ان الفنان بصح ممكن يكون فنان سياسي، ممكن يكون مثقف، ممكن يكون فنان اللي هو كيفهم مزيان المعاناه ديال الشعب، المعاناه ديال المواطنين، دونك هذه كنظن شي حاجه زوينه بزاف، وخصنا نشوفوا دابا نتسناو في هاد 5 سنين هذه الجايه شنو غيدير هذاك الفنان، حيت ممكن يكون حسن بزاف من واحد اخر. إلا قلت لك عطيني الرأي ديالك في الانتخابات. انتخابات رأيي حكم أنك ديجا دويتي زعما على هذا
حيت ما عرفتش انا كنشوف ان الانتخابات تخص المغاربه كنظن انهم يوليو يحيدوا هذيك الفكره ديال انا ما غنصوتش داكشي اللي بغاوه راه هما اللي راه هو اللي كيكون انا وكاع انا صوت واش غندير لا خص هذه الفكره هذه تحيد هذه الافكار المسبقه كلها تحيد الانتخابات جاو خصك تصوت من الواجب عليك انك تصوت وانك تنتخب على هذاك الشخص اللي انت كتظن انه غيمثلك نحيدوا هذيك سوء النيه في الحوايج سوء النيه في الاشخاص لا طلع شي واحد نتسناو منه ونشوفوا شنو غيدير المهم كنظن انا خصي اعاده ثقه في الانتخابات حيت ممكن انها تكون بصح كتوصل الصوت ديالنا ولا ممكن بصح يكون الصوت ديالنا مسموع في الانتخابات شنو هي الكلمه اللي تبغي توجهي لرئيس الحكومه اخنوش كنقولوا الله يوفقك الله يوفقك وان شاء الله ما عرفتش انا متفائله ما عرفتش علاش مي متفائله كنظن انه تكون شي 5 سنين هذه اللي جايه تكون زوينه وعجبني الحال حيت نازل على جميع الصفات ديالو ولا الخدمه ديالو اللي كانت عنده خاصه وباش يتفرغ المنصب ديال رئيس الحكومه كنتمنى له التوفيق وكنتمنى انه بصح يخدم الشعب وما يخذلناش ولكن كنرجع وكنقول انا متفائله والله اعلم الله يوفق ان شاء الله كنلاحظوا على ان عندك واحد العلاقه وطيده بالفنانه رجوى رجوى عزيزة عليا رجوى حنينة مسكينة وظريفة وبنت الناس وعزيزة عليا رجوى عزيزة عليا شنو رأيك في القصة ديال أنها غادي تبنى واحد الطفلة رجعة اللي كانت دارت لوبوس الله يوفقها الله يوفقها ومصابت زعما تكمل الاجراءات على خير ان شاء الله وكنتمنى ان الناس ينساو القصه ينساوها وما يجرحوش نهائيا هذيك الطفله حتى بالتعاطف ما يجرحوهاش حيت بعض المرات ملي كتعاطف مع شي شخص راك كتجرحو بلان ديريكت دونك ينساو هذيك القصه ويخليو هذيك السيده تبنى هذيك البنت وتربيها في الخفاء انت بلا الهايلالا وهادشي هذا ديال السوشيال ميديا حيت هادشي هذا يكون جارح فيما بعد حيت القصه ما عمرها تمحى ما عمرها تنسى وكنتمنى لرجوى التوفيق ان شاء الله. شنو هي الكلمه اللي تبغي توجهي لاي بنت او لاي امراه تخلت على ولدها بسبب خطا؟ ما انا ضد هاد الشيء هذا ضد بجميع الاتجاهات ضد كنتمنى ان يكون عند واحد الشجاعه ولا ما تخلوش عليهم حيت هذوك اطفال مساكن ابرياء ما داروا والو ما كاع شنو ممكن كاع يطرى من الاحسن ان اي وحده غلطات ولا شي حاجه في خارج اطار الزواج تهز وليداتها وما تخلاش عليهم وخا هكاك راه كاينين ناس وحدين اخرين كيديروا خير في هذوك الوليدات رجوى مثال بسيط راه كاين امثله بزاف يوميا حتى انا ان شاء الله ما كرهتش نهار انا نقدر نربي شي وليد ولا بنت علاش لا كنتمنى ان اي وحده تحضن على وليداتها وحتى شي واحد ما يفرط في وليداته هذوك راه نعمه من عند الله والله يسخر كل شيء شكرا لك ونخلي لك كلمه اخيره لجمهورك جمهور لاله مولاتي جمهوري العزيز جمهور لاله مولاتي كنبغيكم بزاف وبالنسبه للناس اللي متبعيني ولا الناس اللي كيعرفوني اسمحوا لي حيت غبرت عليكم ولكن ان شاء الله انا راجعه كتقال هادي راجعه بقوه عائده بقوه وكنتمنى لكم كل خير والسعاده والحب والناس اللي كيقراو كنتمنى لهم التوفيق في القرايه ديالهم بما اننا اليوم في واحد الاطار ديال القرايه كنتمنى لكم التوفيق في القرايه ديالكم وما تستهنوش بالامتحانات وجدوا للامتحانات قبل مده طويله اي درس تحط يتحفظ وان شاء الله الله يوفقكم في امتحانات البكالوريا وامتحانات ديال الجهاوي وكاع داك الشيء كله هو حيت انا دوزت هذيك المرحله عرفتي راه العدم وصافي كنتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله في الحياه ديالكم ان شاء الله شكرا لكم ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد